السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. الكشف عن ترتيبات لاتفاق صرف المرتبات وإلى التفاصيل. توالت اللقاءات الأوروبية الأمريكية اليوم الثلاثاء على وزير الخارجية في حكومة عدن مع وصوله إلى السعودية قادما من روسيا. وعقدت سفيرة فرنسا في اليمن لقاء مع الوزير شائع الزنداني بعد ساعات على لقاء مماثل مع السفير الأمريكي. وتركزت جميع اللقاءات بحسب وسائل إعلام رسمية في حكومة عدن لمناقشة تدابير خفض التصعيد في اليمن. وجاءت اللقاءات عقب تصريح للوزير في حكومة عدن كشف فيه عن ترتيبات لاتفاق اقتصادي مع صنعاء. وأفاد الوزير خلال المقابلة التي أجرتها روسيا اليوم خلال زيارته لموسكو باجتماع مرتقب للجنتين الاقتصاديتين على مستوى صنعاء وعدن لمعالجة عدد من القضايا، بينها استئناف تصدير النفط ودفع مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم البلاد. وكان الزنداني يتحدث عقب لقاء جمعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طالب فيه بدور الروسي لدفع عملية السلام في اليمن. ومع أن نتائج زيارته التي تزامنت مع سماح صنعاء للعليمي بزيارة معقله في مدينة العز لم تتضح بعد، إلا أن الحراك الغربي الأمريكي يشير إلى حجم المخاوف من إمكانية لعب روسيا دور في إنجاح المفاوضات في اليمن، والتي تعرقلها أطراف غربية على رأسها الولايات المتحدة بحجة استخدامها كورقة ضغط لوقف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر. يشار إلى أن حكومة صنعاء كانت قد كشفت في وقت سابق ترتيبات لصرف المرتبات، حيث أفادت وزارة الخدمة المدنية في بيان لها بأنها استكملت إجراءات صرف نصف راتب لكافة موظفي القطاع العام والنصف خاص بشهر نوفمبر من العام 2018. وأكدت الوزارة بأن عملية الصرف ستتم في غضون يومين. وتعكف صنعاء على صرف مرتبات كل 4 أشهر مع عودة التعافي بفعل وقف الحرب والحصار المستمران منذ العام 2015، والتي تسببت بتوقف كلي للمرتبات خلال السنوات الماضية مع قرار نقل المركزي إلى عدن. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.